نملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طيب يا غزالي، بس قولوا لأمي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طيب يا غزالي. يا حلاوتك يا نونة ويا حلاوتك. الحمد لله على السلامة يا سيد المعلمين. خمس دقايق بالظبط هتشيلك الملوخية على شوربة جوز الأنارب، سلقاهم ومحمراهم، هتاكل صوابعك وراهم. الله الله، بسم الله ما شاء الله، هناكل ملوخية بالأنارب، ليلتنا أنارب بعون الله يا نونة. ريح بس انت جتتك قدام التلفزيون، وانا خمس دقايق بالظبط والاكل يكون جاهز. بقولك ايه، فكريني ننزل على الجيارة بعد ما ناكل عشان اجيب لك جوزين شباشب، احسن شبشبك مش عجبني. يا عمر بيتك دايما كده فاكرني وكاسيني. امال الراجل اللي ما يشوفش طلبات اهل بيته ما يبقاش راجل. عندك العيب يا اخويا، عداك العيب وازح. انا عايز تجيب لي جوزين شباشب اللي شايله همك ومعشراك، لكن ست البرنسيسة اللي انت عملت لها تمن ومسحت بكرامتك الارض، قلت لها هكتب لك الشقه باسمك وانزل اجيب لك عفش من دمياط لحد ما ركبتها علينا ودلدلت. وبعدين بقى نونة ولا احنا هنفتح في المتقفل ليه؟ انا بس صعبان عليا منظرك، وانت راجل كبير ومعلم وشحت كده، وانت متهزق قدامي ومهزقني معاك، وهي مستقويه بالحكومه وماشيه مع الواد الظابط ده. ايه هي ماشيه معاه؟ ايوه، امال هيعمل لها كل ده عشان ايه؟ الشرطه في خدمه لمؤاخذه الشعب. انا بس اللي صعبان عليا كرامتك وكرامتي اللي داسوا عليها، وانا راح اطلب لك ايديها. ما خلاص قصه وخلصت وحوار وراح لحاله. لا يا اخويا ما راحش الحل ولا حاجة، أنا مستحملش قرفك وهمك وحرماني من الدنا، وفي الآخر ترميني في الشوارع وبات في الجامع وبتلطم زي الشحاتين. تفهمي بقى يا نوال، اللي فات مات، أنت عاوزة إيه دلوقت؟ عايزة رد شرف، عايزك تكتب لي البيت ده كله باسمي. إيه؟ نعم يا أختي. إيه؟ I like this baby. I would like to buy it. You accept checks? Yeah, we accept checks, but you have to know this car is nearly about 1 million euros. It's been modified from the previous owner with a lot of feature inside. It have a crocodile leather seats, it have a lot of sensors, special brakes, and more and more. Nice, no problem. It's okay. انت اللي هتمضي له عشيك. اه طيب اوكي. مبروك يا حبيبتي، مبروك. مبروك. Congratulations guys. Thank you. Thank you. Thank you. مروان انت جايبنا هنا ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. هبتي مش شرط تفهمي. انا قلت لك طول ما انت مع مروان دايما كسبان اتفرجي كده واستمتعي. ماشي ادينا بنتفرج. واو ايه ده؟ ايه اللوحه الجميله دي؟ يا مساء الخيرات. يا اهلا وسهلا. تتكلموا عربي قلبي اتقطع يا جماعه، مش معقول. انتوا منين؟ مروان ابو العرب من مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا مدام. اهلا اهلا بيكم، نورتوا. شو جاي زياره ولا جاي تشتري عنا؟ يعني سياحه كده، وبصراحه انا اول ما بصيت للوحه ديت خطفتني. هي اللوحه دي بكام؟ والله هيدي الروحه زين ما اخترت، انت مزوقه كتير. هذه اللوحه مش غاليه عليك، هذه بمليون يورو. عظيم. لا تستاهل، تستاهل فعلا مليون يورو حبيبي. وانا عنا الاوراق اللي بتثبت ان اللوحه اصليه وملكيتها من اول واحد اشتراها لحد ما وصلت عنا. هذا عظيم، انا هشتريها. بس انا كنت سمعت ان المعرض هنا بياخد يعني يا اما كاش يا اما بياخد حاجه بنفس ثمن الكاش قصاد اللوحه. اكزاكتلي. لكن ده بيتم في اضيق الحدود، يعني بنبدل لوحه بلوحه. طيب انت منين؟ أنا من لبنان. طيب يعني إحنا عرب زي بعض. ولازم بقى تقدم لنا تسهيلات. إحنا هنبدل اللوحة دي بعربية موديل السنة دي، موجودة بره قدام الجاليري، ويا ريت حضرتك تشوفها. هاتي الورق اللي معاكي ده. الورق، هاتي الورق بسرعة. أنا لسه شاريها لصديقتي من فترة قريبة جدا، يا ريت حضرتك تتأكد، ولو ينفع أحب أشتري اللوحة دي.
حبيبي انت جاز شريها الحين؟ ايوه ما عنديش مشكله، انت مش لسه قايل حضرتك انا راجل مزواق؟ انا بقدر الفن وعارف ان لوحه زي دي فرصه، لكن العربيات عادي تيجي في اي وقت. شوف حبيبي انا بدي اعمل 2 اتصال، واحد لصاحب الجاليري عشان اشوف موضوع البدل، وواحد لصاحب الاجانس مال كارما الحلوه عشان نشوف ملكيتها للسياره. تمام انا ما عنديش اي مشكله، اهم حاجه ان الورق يكون سليم. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده بالظبط. شوف خي مروان، مش معنى ان احنا جاليري انك ممكن تنصب علينا. نصب ايه؟ احنا عملنا ايه يعني؟ طب اهدي بس، احنا عنا امن وعنا سيكيورتي مش موجود في العالم، وعشان هيك كل هذه الحركات مرت علينا، والشيك مال المعرض بتاع السيارات اكيد بده رصيد، واليوم اجازه رسمي للنيابه والبنوك، عشان كده الهانم السنيوره هتبات في الحبس. انا هبات في الحجز؟ ليه؟ هو احنا عملنا ايه يا مروان؟ وعندي خبر حلو كتير عشانك، الاجانس مال سياره بعد حد ياخد السياره، فبليز جيف ذا بوليس مان ذا كي اوف ذا كار. ماشي. اتفضل. بس لعلمك انت هتدفع ثمن كل كلمه انت قلتها عشان انت مش عارف انت بتعامل مين. مروان ده بيقولك ان احنا هنتحجز يومين. ما تقلقيش يا حبيبتي انا هتصرف معاك. بلاش. ازاي؟ انا هخليهم يدفعوا الثمن. تعالى يا كداكي تعالى تعالى ما تتكسفش، مساء الجمال والفرفشه يا اداره. اهلا يا طاعون ازيك؟ اقعد يا هيما انت وانا جايبك اخطب لك، ايه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير، هيما ابن منطقتي واخ اصغر ليا. اه ما انا شفته امبارح حتى بالاماره كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير القلق ده انا ما احبوش، حتى بالاماره انا اول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان. لا وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير هيما ده ابن اصول، ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. اه بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا اقعده، الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف، صاحبك وضيفه كاب على راسه من فوق، مره يعني كده ولا حاجه مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا، مش لما مؤاخذه مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي؟ هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي، واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه. خلاص دخله المطبخ نجربه. لا مطبخ ايه يا كبير؟ ما تتنيش بالحياه ابوس ايد، ما تخليني هنا في الصاله، ده انا عاجبك قوي، شغلني اي حاجه في الصاله، ان شاء الله تشغلني رقاص. نادر اخر حاجه ممكن اتخيلها ان نادر يكون ليه علاقه بالموضوع ده. يا سلام، ما انا كنت شاكك فيه من اول لحظه، الباشا مجمد القضيه وما بيحركهاش خالص. بس انا خلاص ما بقتش قادره اثق في حد، حتى انتوا مش قادره اثق فيكم. انا مش عارفه اصلا انتوا معايا ولا ضدي، مش عارفه انتوا بتكلموني بجد ولا بتضحكوا عليا، انا حاسه ان انا خلاص هتجنن. ممكن تهدي شويه يا هايدي؟ ايه يا هايدي يعني احنا هنكون يعني ضدك مثلا؟ اكيد احنا معاكي، ده انا قومته محامي كبير قوي وهو طمني وقال لي هيبص على ورق القضيه وان شاء الله هيلاقي حل. بعد ايه ما خلاص مفيش فايده. عندك حق تشكي في الناس كلها، بس الا احنا يا هايدي. عارفه ليه؟ عشان احنا بنحبك وهنقف جنبك لاخر لحظه. يلا لازم امشي بسرعه لحسن محمد راجع من المطار ولازم يلاقيني في البيت. يلا هايدي يلا. انا ماشي، خدي بالك من نفسك ولو احتجتي اي حاجه انا موجود. باي باي. باي باي يا طارق. يلا خلي بالك عليك. نتجوز يا واد. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قرايبك دول؟ لا دول قرايب جوزي. انا سمعت فعلا كنت متجوزه. الله يرحمه. هو انت اصلا سافرتي من مصر امتى؟ من زمان بقى، من وانا صغيره. ولسه راجعه بقى على كده؟ اه لسه راجعه. طبعا حاسه ان مصر متغيره كتير. هي متغيره الحقيقه، متغيره. وانت بقى كنت عايشه فين في الخليج؟ انت ليه بتحقق معايا كده زي ما اكون متهمه عندك؟ وبعدين انت بتطاردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ لا ابدا مفيش حاجه، وبعدين انا اسف جدا اذا كنت بزعجك. عن اذنك. Thank you.
هي مروان، اقبل اعتذارنا عن الخطأ غير مقصود، الشيك طلع فيه رصيد واحنا اسفين. يعني ايه اسفين؟ انا مش فاهم، يعني انتوا بتعتذروا عن ايه بالظبط؟ انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ناس اغبياء، مش عارفين تقدروا الموقف اللي انا فيه. لعلمكم انا مش هسكت، انا هروح للسفارة بتاعته واعمل لكم ازمة دبلوماسية كبيرة جدا. ده غير ان الواقف قدامك ده في بلده راجل اعلامي كبير وعنده محطات فضائية كتيرة جدا، وهشوه لكم منظر الجاليري والبلد دي اللي بتعتمد على السياحة العربية. ده غير ان انا هرفع عليكم قضيتين، قضية دولية وقضية جوه اليونان. I will sue you 10 مليون يورو. 10 مليون يورو is too much مسيو مروان، واجراءات خروج الهانم بتتم الحين، يعني شوية وهتبقى معاك. يعني ايه؟ ايه البساطة اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انا مش فاهم. واحدة سايحة شريفة كبيرة جدا في بلدها تيجي تبات في الحجز هنا في بلد غريبة زي دي، تعتبرها ببساطة كده وتعتذر وتقول انا اسف؟ I don't need your car. I want my check now. We are ready to pay any compensation you want, no problem. But the amount you request is too much. We can't. We can pay you only 500,000 euro. واحنا كمان ممكن ندفع زي المصاري هذه. مش عارف انتوا ازاي بتعاملوا السياح البني ادمين اللي بيجوا لكم ويفتحوا لكم بيوتكم بالفلوس اللي بيدفعوها بالطريقه دي، بتعاملوهم بشكل رخيص. خي مروان حبيبي، نحن بندفع لك 1 مليون هذا عشان نعتذر لك وتبقى راضي عنا. في ايه؟ ابراهيم نوح ابراهيم؟ تقريبا. امضي هنا. انا؟ ايوه. ايه البتاع ده؟ ده السلع في النيابه. امضي في ايه؟ اتفضل. كوريا كوريا. ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبهولي عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو امالك يا وليه بتقولها لي كده كاني ما اعرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى هعملها لك كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روح اقعدي هناك، هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. الساعه بقت 2 الظهر وانت بقالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربيه. انا جالي استدعى من النيابه. يا سبتي ليه ما عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ ما انا على حطت ايدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس لسه مصاحب لي العيال الساعه طعموس بلتو. مصاحبهم تقوم النيابه عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك يا حبيبتي، يلا حبيبتي حلوه كده عشان نبقى قسمنا البلد نصين بيننا وامي. يلا حاسبيها يا شيماء. وايه اللي حلو كده؟ وبعدين الكبدايه هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريحه كوريا. يعني ايه انت تاخد الثلاث ارباع وانا اخد الربع بس؟ مش انا اللي اتحبست واتمرمطت واتبهدلت وانت قاعد هنا بقى عامل لي حفله وسهران ولا على بالك باي حاجه خالص؟ هو كده يا حياتي. يعني ايه هو كده؟ اقعدي بس، اقعدي وانا فاهمك. بص يا روحي، في ناس بيبقى عندها مخ وهي اللي بتخطط، وعاده دول بيبقى ليهم من اي عمليه 90%. وفي ناس تانية بيبقوا بهايم ما عندهمش مخ، ودول بس بيبقوا بينفذوا، ودول عاده بيبقى نسبتهم 10%. وانت عشان خاطر روحي وحياتي قلت يبقى لك 25%، يعني انت ليك الربع. ها انا غلطان؟ لا 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 يا حبيبي، يفتح الله، انا عاوزه النص، يا اما هنزل وابلغ البوليس بالحكايه كلها. انا في السليم، انا 100 100. الله، بس شفتي انا صح، انت شكلك من بتوع 10%. Yes. Hello, Mr. Marwan. I have two news for you. One is good and one is bad. Did you get it? Yes, we found one identical to the one you have. It's with the Italian broker. He bought it from an ex-prime minister. What's the bad news? The bad news that he won 2.5 million euro for it, which means 1.5 million euro more than the one you bought. It's too much. But it's okay. Buy it. So you want me to buy it, okay? We'll buy it right away. At your service all the time. Thank you. Thank you, Mr. Andrew. Goodbye. أنت بتعمل إيه من ورايا؟ شغل. شغل يا حياتي. بقول لك إيه؟ سيبك بقى من الخرطة اللي إحنا عاملين نقوله ده، وعايزك تخش جوه دلوقتي تاخدي لك دش سخن وتروقي الدماغ كده وتلبسي فستان متدلع آخر ألاجة عشان خاطر في راجل خليجي مليونير
جاي يقعد معايا والقعده دي تهمني. يبقى انا النص وانت النص. خلاص بقى خلاص خلاص خلصنا الموضوع ده خالص. نصيبي ونصيبك مع بعض، ولو احتجت حاجه بقولي لي. يوه يلا بقى حبيبي بقى، ظبط ورق العنب. انصرف يا ولا انت بقى ولا حياتي تتكلمي في ايه بس؟ الله، ما انا فلوسي فلوسي. ده انا امي دايما بتقول لي اللي في ايدك يا ابني دايما مش ليك. الله، عايزك تاكل شويه السمك دول يا سلومتي عشان اخر الليل مش هتعرف نفسك، هتدعي لي. يا عيني على الفوسفور ده كله، ده انا هنور طول الليل، مش هتتقطع عني الكهرباء. افتح بقك يا سلومتي يا معلمي وسيدي وتجراسي. يا عيني الصبر حلو يا جدعان، فعلا الصبر حلو. شوف انا صبرت كتير عليك ازاي وعلى قله ادبك وسفلتك وطوله لسانك، لكن في الاخر اتعدلتي. ما هو من حبي وعشمي فيك يا سلومه، لو ما كنتش اتدلع عليك اتدلع على مين امك؟ اتدلعي يا نونه وقولي هاو 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 هاو. هنروح للمحامي امتى؟ ايه؟ عامل ايه كفل الشر؟ ما تخافش، انا عارف انك صرفت فلوس تنكيس البيت اللي لميتها من السكان في حته الارض اللي ورانا، ما تخافش انا سترك وغطاك. عاوزه ايه يا نويل؟ الله، عايزه اقول لك ننزل نروح للمحامي عشان تكتب لي البيت باسمي. بيت ايه ده اللي اكتبه لك؟ انت اتجننتي؟ اكتب لك شقه عمري ليك انت؟ ليه؟ مش تعرفي ربنا اللي لميتك في الشارع بعد الفضايح اللي عملتيها مع الواد الصايع ده بتاع كبدة الحمير؟ وهو كان مين اللي رماني في الشارع يا راجل يا نار؟ بس انا نازل دلوقتي وراجع بالليل، لكن قسما عظما لو رجعت بالليل وجبت سد الموضوع ده تاني على لسانك انا هرميكي في الشارع بالهدبه اللي انت لابساها. الشارع ده يلمك انت واللي زيك، الا ما شفت منك خير، لا فلوس بتدي ولا لسان بينطق كلمه عدله. اله يا بعيد يطصك سواه يكون اعمى. الو، جود ايفنينج مستر مروان. I want to inform you that the diamond you ordered came and we are waiting for you to come and pick it up. Ah, which diamond? The diamond that we ordered for you from Italy. Oh no, thank you. I don't need it anymore. Change your mind? What do you mean you change your mind? We already bought it for you. It's identical to the one you have. It's the same piece. I bought it from you with 1 million and then I made you buy it with 2.5 million. That's all. What do you mean? Hard luck. Goodbye. Huh? Next time, take care. And take care. And take care. أنا قلتها لك أهو. يلا، مع السلامة يا معلم. بس واتك البت تقريبا خطيبتك دي. وشكلها مقرش. أنا مش عارف البت دي عدت من تحت إيدك إزاي هيما. مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم وتكت ايه دي، بتكح قمصان نوم. البت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رسيتش منه دينار احمر، وجات يا عيني بالهدوم اللي عليها. بس وتك ايه يا عم، انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه. المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. ايوه تدلعني يا طاعون. ادون جول وقعد حلب حصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فين يا ده سوكا، مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي، بقالك يومين مش ظاهر، ما بتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده، اشتغلت؟ اه. فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ، بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقحه، الناس هنا يا سوكا مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب. الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه ده على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي اه، بس بق ودلدوله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لي الكباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يا جاك طاعون، تديله مفتاح عربيتك؟ ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس، ده عربيه كبده، ده سوكا طاعون، سوكا. السلام عليكم يا اخت جمالات. هلو، اهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس.
أنا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول إيه. أنا هحج إمتى بقى؟ إن شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد إذنك يا أختي، كنت حابب ألفت نظرك لحاجة بسيطة كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعة في فترينات العرض المسمى بالمريكانات، ألا ترين فيها فتنة؟ يعني إيه؟ هذه المجسمات ألا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيدا، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام، وشباب منطقتنا من الفقراء ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات، وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتئ وهم يهدئون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات، والعياذ بالله. العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش فاهمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح إنه كلام مهم. ولكنني وقفت أراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت أكلمك. لا أنا مش متضايقة خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الأريا في المنطقة قصدي. والله خير القيام يا أختي جمالات، أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وأئم المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافة مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد إذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز إيه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا إزاي؟ هو أنا ناقصاك أنت كمان؟ حرام عليك. خدي يا حبيبتي ردي على التليفون. ألو. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقيت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضية وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، أنا هقول لكوريا عشان تقوله، ومتشكرة قوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك أول حاجة ما تقوليليش حضرتك، ثانية ما تشكرنيش، وأنا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي أحسن طريقة تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحظاً بعدنا أقوم أكسرك. ده تحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ عشان يدوا ريح، وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل أخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى، ها؟ ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهواش ويطلب مونة زيادة. بص، نص فتح، ها؟ وتمسك المقصوصة ويدوب، شوف يدوب لحسة كبدة، وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه، ما تصدرش الطرشه يا ولا، شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلل. تدي له مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكل يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا؟ ازيك يا مسوك؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هيم عاوزاك. ايه خير؟ القضية اللي عليك طلعت بتاعت سرقة الميكروباص، والواد الضابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تمتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجة. ماشي؟ ماشي، اروح بكرة اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الضابط؟ منطقة ضيقة يا كوريا والريحة هتفحفح. اديها نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف منين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطة، طالما فيها مصلحة قشطة. البت يا اخويا عمالة توشوش في الواد كأن احنا غربة. هو احنا غربة يا ولا؟ احنا غرب ياما، وخليك في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع في ام اللي جابوه. اجري يا مسوكة. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا فيك. نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منورة بأهلها وانتوا اهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده ان الصفقه دي مضمونه 100%. ليه بقى الصفقه دي مضمونه 100%؟ لانه احنا دايما عندنا في مصر ازمه سكر. ايش هالحكي اللي تقوله يا استاذ مروان؟ ازمه سكر في مصر والسكر كله قاعد يمي.
لا 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 بتكلم بجد. اصل بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما كمصريين متعودين نشرب كوبايه الشاي خفيفه مع سكر زياده، فدايما تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى انا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعه اللي يعمل كوبايه شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2. لكن تقول ايه بقى، المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى، لما بتحصل ازمه السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او 3 كمان. طيب استاذنك دقيقه واحده. اتفضل اتفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفه جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك ليسمعك. بعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلوه، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخدك مني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بابا انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ بعدين وانا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه، كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده فك فكي. حاضر استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. ده انت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا خالص مفيش. انت ايه اللي صحاكي؟ انا عارفه يا اختي، حلمت بكابوس كاني متعلقه كده هو في شجره رفيعه وهتقع بيا. لقيت لك نفسي ده بيروح، قلت اما اخرج اشم شويه هوا. براهيم براهيم براهيم. مين؟ يو انا كوريا. الله انت صاحيه؟ ده انا كنت هتصل بيكي بس قلت تلاقيكي نايمه. ايه اللي انت لابسه ده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح فرح واحد صاحبي كان معايا في المدرسه. الواد قاعد يزن عليا، قلت له يا عم الحاج انا ما عنديش هدوم اروح بيها، راح جايب لي الطقم ده. بس ايه رايك يا بنت كوريا؟ ها بصي بصي ها. لا جامد واد جامد. عشان تعرفي يا كوريا الواد لما بينضف بيبقى عامل ازاي. وهو برضه قلت تبقى بروفا عشان اشوف لايق عليكي في الفرح ولا لا. لايق عليا انا؟ ده انت في الخطوبه كنت احلى مني. كنت في احلى منك. طب انا الحق بقى اروح الكباريه، اروح الفرح الفرح عشان عندي بكره نيابه. ماشي. سلام يا مزتي. سلام يا حتتي. ما تيجي اقول لك كلمه على السلم. يلا يا واد امشي. اعوذ بالله، ده راجل سخيف قوي. لا خالص. جاسم ده لطيف جدا جدا. وبعدين انا مش فاهم انت مش مستلطفاه ليه؟ عشان معجب بيكي شويه يعني؟ يا ستي لو سخيف فلوسه تشفع له. انا نفسي افهم حاجه، انت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده، يعني لو فضلنا بنصرف فيها طول العمر عمرها ما هتخلص. بنلعب بنتسلى بدل القعده. وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عامله زي المغناطيس، بتشد اي فلوس تقابلها في طريقها. أنا نفسي أقول لك على حاجة. قولي يا حبيبتي. أنا ممكن أنزل مصر أسبوع واحد بس وأرجع على طول. ليه؟ ماما تعبانة جدا وجالها فشل كلوي وخايفة لا يجرى لها حاجة. أنت بتقولي إيه؟ اتجننتي؟ أنت عرفت منين؟ ما أنا اتصلت ببابا. يخرب بيت أبوكي! وكلمتي منين؟ من تليفون في الشارع. من تليفون في الشارع إزاي؟ من تليفون في الشارع إزاي ها؟ أنا مش قلت لك أول ما نحط رجلينا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ ها؟ بس دي ماما وتعبانة جدا والله. بقول لك إيه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شوية هبل تبوظي لي كل اللي أنا بعمله. أنت من ساعة ما حطيتي رجلك في الطيارة وأنت أمك مش عيانة، أمك ماتت. حاضر. هما وأهلك كلهم. حاضر حاضر. وأنا
مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني، لان ده لو حصل هقتلك. حاضر، اسف. هقتلك يا رجوان. اسف والله.